يا دور دور هاي دور هاي شوف شوف من هنا تظاهرة جاس احتفاء بالذكرى 66 لعيد الاستقلال المجيد، هي من تنظيم جمعية نسائم الخير التنموية وبمشاركة عدة فرق الأحياء الكروية. تأتي هذه المبادرة انطلاقا من الزخم الذي تنظمه هذه الجمعية من أعمال جمعوية من أعمال تنموية. هذا العمل كيمتاز بالعمل الرياضي وبالعمل الكروي بالاساس اللي كيهدف لتنميه الشباب وتنميه قدرات الشبان وقدرات ديالهم والمواهب الكرويه. وشكرا. ملاحظ سي محمد والفتى جميل يتسلم جائزه بلاتي صور شكرا لكم وكذلك
الاحياء المجاوره. اذا نلاحظ تسليم زوائد السياسي عمران، كذلك الصوره التذكاريه التي ستبقى خالده وتميزه. بارك الله عليك وليدي. وكذلك لكل الفعاليات الحاضره سعيد استقلال المجيد. على سبيلك الى ادا. شكرا لكم جميعا. سقوا لعيه سقوا لعيه. يلا.